مهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب الأسبق. أولا سيادة الوزير مساء الخير. لحضرتك أولا وحشتنا والله. الله يخليك، ربنا يخليك، متشكر جدا، أشكرك. تابعت الماتش النهارده؟ طبعا طبعا تابعته. رأي حضرتك كيف كيروش؟ والله بص يا فندم، أنا طبعا هتكلم تفاصيل عن اللعيبة والماتش والجيم وإيه التكتيك اللي كان المفروض، يعني في خبراء ليه هيتكلموا في هذا الأمر أكتر باستفاضة، لكن أنا هتكلم على الفكرة العامة اللي ليه مصر بتستعين بخبراء، وليه وازاي الخبراء دي لما يجوا ايه المطلوب منهم ومطلوب يعملوا ايه ولازم نوضح لهم ايه. يعني احنا الحقيقه لما بنجيب مدير بنجيب خبير علشان يوضح لنا احدث طريقه، اهم حاجه حصلت حديثا، ايه اللي ممكن نطور بيه ما نؤديه في اي حاجه. يعني اجيب خبير مثلا جراحه بيوريني مثلا احدث طريقه العمل العمليه دي، احدث طريقه لعلاج الموضوع ده، في حاجه اسهل شويه بتخلي نسبه الشفاء اعلى. لكن ما بيجيش يقول والله انتوا ما اتعلمتوش طب على مدار التاريخ كله، انا بقى هعلمكم الطب من الاول، وسيبوا بقى كل الدكاتره اللي موجودين والاساتذه اللي عندكم دي، وهاتوا لي بقى طلبه لسه متخرجين من كليه الطب انا هعلمهم يعملوا ايه. وكمان بقى الطلبه اللي خارجين ده، انت خريج ايه؟ انت تخصص عظام؟ لا انت اشتغل نساء ولاد. انت تخصص ايه؟ عيون؟ لا والله تعالى في انف واذن. يعني مفيش حد بيعمل كده، هو المفروض بيجي يدي اضافه شويه. فالحقيقه ان مستر كارلوس كروش جاي يقول لنا ان انتوا ما شفتوش كوره قبل كده، ما عرفتوش كوره قبل كده، سيبوكوا بقى من كل اللي فات ده وانا هعلمكم بقى الكوره واختيارات اللعيبه تبقى ازاي. فكل اللي كنتوا بتعملوه مش مظبوط، ودي مش حاجه مطلوبه ومش صحيحه ومحدش حاول. حاجه الثانيه ان انت لما تيجي تكون عندك دوله ليها اسم برضه في كره القدم على الاقل على المستوى الافريقي والعربي، استثمرت في لعيبه كتير جدا، دخلت في بطولات كتيره، بقى عندها لعيبه دوليين بشكل او اخر، فالمفروض ما تجيش تقول لي كل الناس دول لا ما ينفعوش، لعيب لعب 70 مباراه دوليه، ولعيب لعب 60 مباراه دوليه، ولعيب لعب 80 مباراه دوليه، وبعدين تيجي تقول لي لا دول كلهم مش عايزهم، خليهم قاعدين في مصر، وانا هاخد لعيبه ما لعبتش خالص. لا، انا بستثمر وببني فقدان الناس. اللعيب الدولي ده بيتعمل في سنه واثنين وثلاثه و10، فما تجيش انت في 7 8 سنين انا بلاعب لعيبه كبير، مش عايز اقول اسماء لكن الناس كلها اكيد عارفه، واجي اقول لا والله ده مش محتاجه بقى خالص، انا هجيب لعيب لسه اول مباراه يلعبها ده. هتقول لي انا بجرب في بطوله؟ لا، اسم منتخب مصر، المنتخب المصري لكره القدم ده اسم كبير وبيهم قطاع كبير جدا، مصر فيها فوق ال 110 مليون بيحبوا المنتخب بتاعه. صح، فما تجيش تضحي لي بسمعه المنتخب ان انا اخسر مباراه وهتقول لي مش مهم انا بجرب. لا، حضرتك تجرب هنا، تجرب في مباريات وديه هنا، لكن بطوله كبيره بيحضرها حضور جماهيري بتذاع في العالم، الفيفا غيرها بطوله كاس العرب في الفيفا، بطوله اصبحت بطوله مهمه. فلما تيجي تقول لي انا خدت اللي انا عايزه من البطوله، لا حضرتك ما خدتش اللي انت عايزه من البطوله، عشان احنا خسرنا حاجات كتير، خسرنا ثقه اللعيبه في نفسها، خسرنا بعض الناس حاسه ان المنتخب المصري ما بقاش هو القوه اللي موجوده، احنا داخلين على بطوله افريقيا ففي حاجات اخرى نفسيه ونفسيه مهمه في كره القدم انت بتخسرها، مش مساله انك بتخسر ماتش او ما بتخسرش ماتش. مع كل الاحترام، احنا كسبنا لبنان والسودان والاردن، ولم نستطع ان نفوز على الجزائر ولا تونس ولا قطر. فدي في حد ذاتها في كرة القدم انت ما قدرتش تكسب منتخب قوي او منتخب مصنف، وبالتالي انت عندك بطولات قبل كده، فهتوضع ده في الاعتبار، لعيبتك نفسيا مش مجهزين 100%، واللعيبه اللي قصادك هيبقوا شايفين الحاجه دي، شايفينها حاجه مهمه جدا. الجماهير شيء مهم جدا، ولازم تعمل، انت بتعمل اي بطوله تعمل حساب الجماهير، مش انت بس تعمل حساب المباريات او اللعيبه اللي موجودين معايا. كبير نجيب ما يحاولش يثبت لنا ان هي طريقه اختياراته وطريقه اللي بيلعب بيها هي اللي بتكسبنا، مش الفرقه هي اللي بتكسب، وده خطا بيحصل كتير جدا. يعني يجي يغير اماكن كل اللعيبه ويغير كل لعيبه عشان اذا فزنا في المباراه كسبنا، هو اللي كسبنا مش اللعيبه اللي كسبت، او مش الفرقه اللي كسب، او مش اللعيبه هي اللي كسبت. ففي الحقيقه اخطاء كتيره جدا موجوده، مش هتكلم على الكوره، لكن اخطار معنويه استراتيجيه لما بتيجي تبني حاجه انت عندك هدف ازاي، بس وانت ماشي بتبقى عارف هعمل اول خطوه كده وتاني خطوه كده وتالت خطوه. محدش يجي يقنعني ان منتخب مصر عشان يجي يعمل فريق جديد يعمل خط وكل اللي قدام دول متشكرين وهناخد لعيب، لا، كل بناء او تطوير الفرق بيجي في مرحله. يعني انا 9 كويسين بحط معاهم 1 2 قطعهم بلعيبه لسه ناشئين جديد، التسعه يشيل او ال10 يشيل او 8 يشيل 2 وكده، لكن ما اقدرش اقول لا انا هجيب خط وخط وسط جديد خالص يلعبوا ونقعد. فده بالعكس ده ما بيجيش، ده بيهد، لان اللعيبه دي ما بتقدرش تشيل وبتتحرق بسرعه. فمحدش محتاج الخبره يا سياده الوزير، محتاج الخبره في الملعب معاك. محتاج الخبره، فانا ما احط 1 3 4 خبره يكبروه ويقصوه
مثلا لما ندي عمر مرموش نقول في مثلا عمر مرموش حصل كذا انه جنبه فلان وفلان وصلاح فقدر يعمل حاجه، لكن كان جيل واحد اربعه لسه اول مره يلعبوا كانش ظهر. فدي الطريق انا اعمل حاجه، فما بقولش ان كل حاجه غلط، بس على الاقل كل حاجه لازم مدروس. ما تحطش خط وتقول اصل انا ببني فرقه جديده. طريقه بناء فرقه جديده دي مع كل الاحترام احنا سمعناها من تردلي وسمعناها من برادلي وسمعناها من كروش وسمعناها واجيري، لكل واحد جاي جديد يقول انا هبني فرقه جديده واحنا بندفع الثمن في الاخر، واحنا ندفع الثمن والجماهير تدفع الثمن في الليه. فالحقيقه يعني في امور كثيره استراتيجيه كانت لازم نفكر فيها، ولازم المساعدين يتكلموا معاه في هذا الامر، ولازم اللجنه الفنيه او حد في الاتحاد برضه يتكلم معاه في هذا الامر. التخبير ما يقولش لا، بس خلي بالك احنا برضه عندنا خبراء، احنا برضه عندنا موضوع الانتقاء اللي يقول لك ايه يا جماعه انتوا زعلانين. طبعا اصل في لعيبه بتيجي من الاهلي مش من الاهلي والزمالك، على فكره الاهلي والزمالك دي مرحله انتقال اولانيه، لان برضه الاهلي والزمالك بياخدوا من الفرق اللي بتبقى اقل شويه بيشوفوا اللعيبه، في مرحله انتقال اولى بيعملها الاهلي والزمالك بياخدوا من بعض الفرق القديم يشوفوا احسن لعيب، وده برضه عن طريق خبراء وبيلعبوا مع الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري. بس الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري وغيرهم بيأهلوا اللعيبه دي لانهم بيشتركوا في البطولات الافريقيه، فبينتقلوا من تدريجيا من الدوري المحلي الى منافسه على الدوري الى منافسه من البطولات الافريقيه. فانت بتعد الفريق اللعيب على ثلاث اربع مراحل، فسرق لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري وسموحه واحيانا المقصه بيبقوا خاضوا مرحله في النص اللي هي مرحله مشاركه في الانديه الافريقيه او البطولات الافريقيه، ودي مرحلة تأهيل عشان يروح بعد كده للمنتخب القومي. فكل الأمور دي ما أقدرش أجي أقول كل ده متشكرين جدا. أنا بقى اللي حوريك كل ما حدش شافه حوريك وعملك. وبعدين تلاقيك في الآخر للي كانوا قالوا لك عليه من الأول. طب أنت ما عملتش كده من الأول، وبعدين الناس تقول له أصل إحنا بننصحه ما بيسمعش، أصل إحنا بنقول له ما بيعملش. فالحقيقة يعني أنا شايف إنها كلها أخطاء نفسية أو أخطاء تكتيكية في تفكير واستراتيجية المدير الفني المصري الأجنبي اللي جاي ماسك منتخب مصر في بناء فريق أو في خوض البطولات. أنت عنده حظ ما حصلش قبل كده إن يجي مدير فني يجد عنده أربع مباريات مش جامدين قوي في التصفيات الأولى لكأس العالم، ثم يجد عنده ست مباريات على أفضل ملاعب النادي في العالم وأحسن حاجة وفي أجواء جماهيرية كل حاجة يقدر يعمل فيها كل اللي هو عايزه. للأسف الشديد ما استخدمناش الست مباريات دي خالص، وأنا بأكد لحضرتك إن المباريات اللي جاية في أفريقيا باللعيبة المحترفين هي اللي هتلعب. للأسف اللعيبة اللي كان مفروض نعدها كصف تاني عشان تبقى احتياطي ما لعبتش برضه في البتاعة دي، ولعب صف ثالث ورابع مش هيشارك معانا لا في البطولة الأفريقية ولا في تصفيات كأس العالم. فالحقيقة أخطاء يعني اللي اشتركوا النهارده سيادة الوزير ممكن نلاقي انهم مش موجودين معنا في التصفيات اللي جايه، وبالتالي ضيعنا فرصه كبيره على اللعيبه المفترض يبقوا معاك من الاول. يعني انا الحقيقه مش عايز اذكر اسماء، لكن لو هفترض لا حضرتك قول لي زي مين يعني. هفترض مثلا ان انا احمد رفعت ممكن اجهزه علشان يلعب حتى احتياطي لما يجي تريزيجيه ويجي محمد صلاح ويجي عمر مرموش، يعني عايز الفوز ده. انا بعده في ماتش مهم جدا ابعده خالص، وماتش ثاني بديله خمس دقائق ولعيبه ثانيه ممكن يعني هزيت ثقه او ما لعبتهاش في مكانه وخليته ينسى المكان بتاعه. لو انا هلاعبه راس حربه احتياطي لا ده انا لعبته يمين وشمال ورجع ولعيب بلعبه مش عارف، يعني غيرت الاماكن حسسته انا شخصيا ان انت ما انتش كويس، انا مش عارف اوديك فين، ده انت لا نافع يمين ولا نافع شمال وبلاعبك في النص. يعني الحقيقه تركيبه كلها وتشغيله ما فيش بيها كويس من وجهه نظري يعني، بس برضه مش هخش التفاصيل قوي. لكن كل اللي انا بقوله ان التفكير الاستراتيجي اللي عندك مراحل مختلفة توصل بيها لبطولة أفريقيا ثم ماتش كأس العالم اللي في مارس، مفيش أحسن من كده ولا ظروف أحسن من كده ممكن يقابلها مدير فني أجنبي جاي عشان يتعرف على لعيبة وعشان يحط كل الخبرات بتاعته اللي موجودة. أضاع كل ده، أضاع تجهيز حتى الفرق، وأنا شايف إن إحنا الحاجة الوحيدة اللي يمكن استفدنا بيها من البطولة دي إن إحنا تأكدنا إن في لعيبة خطرها ما تدفعش ابدا انها تروح تلعب بورات دوليه، دي حاجه وحيده. لكن ما خدناش حاجه اضافيه، بل بالعكس كان في لعيبه كتير جدا قاعده في مصر هنا من وجهه نظري كان هي الاحق وهي الاولى وهي الاقدر، استثمرت فيها كتير في مباريات ولعبوا كاس عالم ولعبوا بطولات افريقيا ولعبوا تحت ضغط جماهيري وفازوا بدوري وفازوا بكاس ولعبوا ماتشات كبيره، كل ده اصبحوا جاهزين ان هم يخوضوا المباريات ديت. انا قعدت كل قلت تعالوا يا جماعه هاتوا ناس جديده خالص، فالجماهير المصرية في قطر وفي مصر زعلت والناس محبطة بقالها 3-4 مرات،
ولولا ساتر ربنا كنا هنخرج من دور الثمانيه، لان المباراه الهاف تايم الاولاني في ماتش الاردن كان نخسر ثلاثه وما نعرفش نعوض. فيعني ربنا كان رحيم جدا بينا النتيجه اللي حصلت دي علشان يكون جرس انذار وفي نفس الوقت يكون الناس ما تزعلش قوي. النهارده كمان سياده الوزير ضيعنا اهداف كتير، كان ممكن نخلص الماتش من الاول. والله طبعا يعني بتتكلم عليها انا بامانه شديده الكوره فيها تضيع ويجي فيك وتجيب وتخسر في اخر ثانيه مره وتكسب في اخر ثانيه مره. لكن لو سالت اي حد من رجل الشارع العادي رجل هيقول لك لا انا مش راضي عن الاداء بتاع المنتخب المصري، كان عندنا احسن من كده، كان عندنا اختيارات افضل من كده، كان ممكن احسن من كده. لان بصراحه كمان تنظيم البطوله والملاعب اللي اتلعبت عليها والتصوير الجميل والسلو موشن الفظيع وكل ده ادانا حق ان البطوله كبيره وان البطوله عظيمه، انك تلعب في كاس عالم او تلعب في كاس قاري ما هياش بطوله يعني ترفيهيه او بطوله كذا، بالعكس شكل التصوير والجماهير وكل ده خلاك تحس انك فعلا تستوي بهذا الامر. لكن احنا الحقيقه ما كناش عاملين الاستعداد اللازم ولم نتخذ كل العوامل اللي تناسبنا. طب احنا عندنا بطوله الامم خلاص الشهر الجاي، يعني باقي كم يوم على بطوله الامم، هنعمل الاداء نفس الاداء ده؟ اتفضل. لا تصدق بقى حضرتك ان هو شخصيا اتهز من البطوله ديت، وانا باكد لحضرتك ان هو هيكون اختياراته مهزوزه جدا، ولا بد عشان كده بقول ان المجموعه المصريه الموجوده معاه كمساعدين لازم يتدخلوا ويتدخلوا بقوه، لان هو فعلا دلوقتي مشوش مش عارف هو مين الاختيارات ومش عارف البدائل يعني انا عايز اقول لك مع احترام شديد مثلا لعيب زي احمد حجاجي ما كانش تم اختياره اصلا. ممكن يكون لكن هو اللي هيلعب لولا ان هو اصيب بفيروس كورونا فمش شاف اخر وقته وجاب احمد حجاجي هو اللي بيلعب اساسي. طب انت كنت يعني لو انت كنت مش واخده امال كنت بتلعبه اساسي او يعني اكيد كنت في واحد اصلا انت حاطه في تفكيرك ان هو اللي هيلعب. فلما يغيب واحد يجي الثاني هو اللي بيلعب كل ماتش، يعني قصدي هو لسه الموضوع مش في زيشته، لازم الناس تفكر معاه كويس قوي وتحط له ال 23 لعيب اللي هيلعبوا الخمس لعيب اللي هيبقوا قاعدين في المدرج ويشوفوا البدائل المظبوطه. البطوله دي قويه وفيها لعيبه سريعه جدا قويه جسمانيا جدا صح. المباريات مختلفه جدا، الملاعب مش هتكون بجوده الملاعب اللي كانت موجوده في قطر فهيبقى في صعوبات، الاقامه مش هتكون هناك فهيبقى محتاجين لعيب دوليين متعودين على الحاجات دي كلها على الامور دي، جربوا كل ده عاشوا الاكل كده. فالموضوع محتاج كابتن ضياء السيد، كابتن وائل جمعه، كابتن محمد شوقي، المساعدين المصريين، الخبراء، اللعيبه الممتازين اللي خاضوا مباريات كبيره جدا، ان هم يكون لهم دور اساسي في اختيار ال 28 لاعب اللي هيخوضوا الامم الافريقيه ان شاء الله. حضرتك اقترحت انه يجهز المنتخب الاولمبي. لا انا كنت بقول يعني انت جاي النهارده، انت انا عندي بطوله افريقيه وعندي ماتش كاس عالم وعندي بطوله عربيه، الثلاثه ورا بعض، عربيه في ديسمبر، واحده في يناير، واحده في مايو. انت بقى هتقعد تجرب وتجيب لعيبه اصلا ما سمعناش عنها، مع كل الاحترام ليهم لعيبه كويسين كلهم بس ده مش وقتهم. نعم. لو انت عايز تعمل الكلام ده دوره الالعاب الاولمبيه في سنه 24 فابتدي بقى اجرب واعمل كده ليه؟ عشان سنه 24 فقدامي سنتين اقدر اجرب فيهم او سنتين ونص. لكن لما يكون انا عندي بطوله بعد اسبوعين وبطوله ثانيه اكبر منها بعد اسبوعين ثانيين وبطوله كبيره جدا جدا بقى ماتش مهم قوي في مارس، يبقى انا مش مستعد اجيب موضوع ما لمست كوره في المنتخب واقول له تعالى بقى مجربك في الكره العربيه وبعدين بعد اسبوعين نبقى نشوف. انا وجهه نظري ده الواحد اللي عنده فاضيين او عنده 18 شهر فاضيين هيقدر يجرب فيهم فيوصل بعد كده لاحسن حاجه. فهو التوقيت اللي عمل فيه الكلام ده برضه ما هوش توقيت سليم، كان ممكن يكون عنده في وقت تاني يقدر يعمل فيه الكلام ده. فكل الاستراتيجي اللي بنى عليها انه ازاي يعمل فرقه يخوض بيها البطوله العربيه ثم الافريقيه ثم ماتش كاس العالم من وجهه نظري الشخصيه ما كانتش سليمه واختياراته ما كانتش سليمه. سيادة الوزير، انتخابات نادي الزمالك خلال ايام فتح باب الترشيح، حضرتك هتخوض انتخابات ولا لا؟ لا يعني لا، احتمال كبير جدا ما فيش اي نيه لخوض انتخابات نادي الزمالك ولا اي حاجه، لكن الله اعلم ايه الامور اللي قاضيه جدا ما حدش عارف. لكن لو الانتخابات اقيمت في ميعادها خلال الايام القادمه لكن جمعيه عموميه بتتكلم وانه حضرتك بتجهز قايمه وفي دعم وكده، ولا حضرتك ما فكرتش من الاساس؟ هذا غير صحيح خالص، غير صحيح. لا مش مساله ما فكرتش، لا انا فكرت واشوف وبدرس اي حد يفكر لازم يدرس كل الظروف المحيطه. هي كل الظروف المحيطه لا تشجع اطلاقا على خوض اي انتخابات في الوقت الحالي. يعني ايه الظروف المحيطه؟ لا دي ظروف كتير بقى، ظروف قانونيه كتير، ماديه كتير، مع جهات كتيره، يعني كل هذه المشاكل لازم من وجهه نظري اللي هيكون موجود في المكان لابد ان هو يكون متفرغ تماما لاداره هذا الامر بشكل مؤسسي بشكل علمي عشان يقدر ياخد نادي الزمالك من المشاكل الكتيره اللي هي موجوده فيه دي ويعدي بيها هذه الازمه.
طب في دراسة أي خلال حد حياتي. في دراسة خلال الساعات الجاية؟ يعني أدرس هذا الأمر خلال الساعات الجاية؟ لا 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 ما بياخدش أيام، يعني ما بياخدش ساعات ولا أيام، محتاج وقت طويل. وأنا من وجهة نظري أن مشاكل قانون الأزمات لم تنتهي بعد. يعني احنا مش وصلنا للمرحلة خلاص من المشاكل القانونية. وجهة نظري ممكن تكون غلطان. ان مشاكل ستبدأ، المشاكل القانونية في نادي الزمالك خلال الأشهر القادمة مش هتنتهي. وجهة نظري اللي أتمنى أن أكون قد يعني بخطئ، لكن أنا شايف أن مازال هناك صراعات ونزاعات قانونية وكذا لن تجعل الزمالك مستقرا على الأقل خلال الأشهر القادمة. فحاجة مش عايز تدخل في القصة دي وفيها صراعات زي ما حاجة بتقول. يعني مع كل الاحترام يا أحمد بيه، هنفترض جدلا حتى ان انا بقيت رئيس نادي الزمالك، انا الظروف مش هتخليك تقدر تركز، انت هيبقى عندك جلسه مش عارف طعن على النتيجه وكذا، وعندك الجلسه بتحجز الحكم، وبعدين في محكمه القضاء الاداري عندها مش عارف ايه، وبعدين في مركز التسويه. فانت حتى لما تيجي تتعامل مع اي مؤسسه او مع اي شركه هتقول لك طب استنى بقى لما نشوف نتيجه الجلسه بتاعتك، استنى لما نشوف الحكم اللي هيطلع بعد شهر ده هيبقى. يعني انت نفسك مش هتبقى مركز، وده رافع قضيه وده عامل طعن، وده القصه مختلفه. علشان تقدر من وجهة نظري برضو كل ده بقول خطين كده تحت كلمة انك تكون خلاص انا قاعد دلوقتي عندي 4 سنين، هعمل كذا في السنة الاولى، كذا في السنة الثانية، كذا كذا، عشان بعد 4 سنين اسلم النادي وانا حليت مشاكل المادية والقانونية والانشائية كل حاجة، واصبح نادي خالي تماما اي كذا، اتفضلوا الاجيال اللي بعد كده، وتبني كوادر وتبني مؤسسة مبنية على علم وفي شؤون قانونية وشؤون مالية ودورة مستمرة وتعامل وتعامل مع الماليات وتعامل مع الإنشاءات وتعامل، يعني القصة طويلة جدا، ويكون في كوادر حتى في النادي تتولى بعد كده عضوية مجلس الإدارة ويبقوا موجودين. يعني القصة دي عايزة بناء، البناء ما بيتمش إلا ما يكون كل الظروف المحيطة بيه فيه هدوء وظروف مناسبة. أشكرك شكرا جزيلا.